بسم الله الرحمن الرحيم. مثال على كيفية تطبيق نظرية ستوكس. خلي أفترض أنه مطيني function موصفة بالمعادلة التالية: f تساوي x square y باتجاه ال i bar x باتجاه ال x unit زائد x زائد y تربيع باتجاه ال y زائد ال x y باتجاه z. المطلوب طبعا هو حقق نظرية ستوك. فحتى أحقق نظرية ستوك أحتاج أنه لازم أولا أوجد تكامل سطحي للدل كروس F يعني الكير أوف F، واثنين هو إيجاد تكامل خطي مغلق للF دوت دي R. خلي أبدأ أولا آخر الجزء الأول. الجزء الأول أنه أنا أوجد مقدار قيمة الكير أوف F. زين هسا مبدئيا أنه الكير F اللي هو دل كروس F يساوي طبعا بما أنه كروس برودكت، فبالتالي خلي احدد انه انا عندي اي عندي جي عندي كي بهذا الشكل. المركبه الاولى راح تكون هي عباره عن بارشيال للاكس بارشيال للواي بارشيال للزد. بعدها راح يكون عندي المركبات اللي موجوده عندنا. المركبات عندي مركبه الاكس هي اكس تربيع واي، مركبة الواي عندي هي x زائد y تربيع، مركبة الزد هي x y. اوكي حتى ابدي احل هذا اوجد المصفوفة خلي اثبت اولا انه انا عندي هذه x مصفوفة عامل بها مصفوفة x العفو موجب سالب موجب. اوكي زين خلي ابدي هسه بالحل. نقول انه اولا يساوي احذف الصف الاول والعمود الاول، الاشاره مالتي موجبه. شنو عندي؟ عندي اولا المركبه مالتنا عندي باتجاه الاي الاشاره مالتها موجبه، اذا اي اوكي. من احذفت الصف الاول والعمود الاول راح يكون عندي افتح قوس بارشيال للواي اكس واي ناقص بارشيال للزت للزت هذه بارشل للزت طبعا هنا الخطأ غير مقبول دي اكس زائد واي تربيع هذا الاول ناقص جي احذف الصف الاول والعمود الثاني راح يكون عندي بارشل للاكس للاكس واي اوكي للاكس واي لان قلنا صف الاول عمود الثاني بارشال بهذا الشكل ناقص بارشال للزت لإكس تربيع واي زائد عندي كي أحذف الصف الأول العمود الأخير راح يكون عندي بارشال للإكس لإكس زائد واي تربيع ناقص بارشال للواي لإكس تربيع واي. أوكي زين هسه خلي اوجد نتيجه وتساوي نقول دل كروس اف يساوي هنا نرجع يكون عندي اولا اتجاه الاي مشتقه نسبه الواي اذا الاكس كونستانت هذا راح يكون عندي فقط اكس اوكي باعتبار هنا عندي هذا مشتقه للزت ما عندي مركبه الزت. الحد الثاني هنا عندي الإشارة مالتي راح تكون هي عبارة عن سالب، عندي هذا مشتقة نسبة للإكس إذا راح يكون عندي واي، هذا مشتقة للزت هذا ما موجود الحد إذا ناقص فقط يبقى عندنا جي باتجاه هذه هنا عندي مركبة الواي. هنا راح يكون عندي الإشارة مالتي زائد كي طبعا هاي كلهم هالشكل هذه راح يكون هنا عندي مشتقة نسبة للإكس فراح يكون هنا عندي هذه واحد هذه راح يكون عندي مشتقة هذا الاكس واحد هذا زائد الصفر اذا راح يكون عندي واحد ناقص هذا مشتقة للواي راح يكون عندي اكس تربيع. اذا صار هسه عندي نتيجة الحد الاول يعني فقط مجرد نتيجة الدل كروس اف هو هذا الكومبوننت. طيب حتى سانتقل لايجاد تكامل لازم احدد مقدار قيمة الدي اس حسب المخطط المعطيني اياه هو معطيني انه الحركه الروتيت مالتي بهذا الشكل الروتيت مالتي بهذا الشكل. زين
بما انه الروتيت مالتنا بهذا الشكل، احنا قلنا دائما الكومبوننت مالتها تكون هي عباره عن نورمال على اليمين على السبيس مالتنا هذا اللي موجود على السطح هذا. فبالتالي بما انه الروتيت بهذا الاتجاه، اذا انا لازم يكون هنا يعني اذا كان الدوران مالتنا بعكس اتجاه حركه الساعه، اذا الدي اس هي تكون زائد زد زائد باتجاه اي بار زد، والاشاره مالتها موجبه. واذا كان الدوران باتجاه اقرب الساعه فراح يكون الاتجاه مالتي باتجاه الزد لكن الاشاره مالتي ناقصه. اذا هسه بما انه الدوران باتجاه معاكس لاقرب الساعه، اذا انا عندي زائد دي زد. الخطوه الثانيه هسه انه انا اوجد مقدار قيمه التكامل. فهسه اولا حتى اوجد تكامل خلي اوجد نتيجه هذا الحد اللي هو دل كروس اف دوت برودكت مع الدي اس. زين بما انه عندي دوت برودكت وهذا حددت انه اتجاه مالته باتجاه الاي بار زد، اذا فقط راح تبقى عندي بعد الدوت برودكت هي مركبه الزد. فمن مركبه الزد اللي هي هذه فقط، اذا راح يكون هنا عندنا انه دل كروس اف دوت برودكت مع الدي اس راح يكون فقط يساوي لي 1 ناقص اكس تربيع. طيب بعد ما حددت هسه هذه الناتج اوجد تكامل سطحي، فاقول اذا التكامل السطحي لدل كروس اف دوت دي اس هو يساوي تكامل على ضوء المخطط، هو تكامل الاكس من 0 ل 3 للواي من 0 ل 2. اذا اكس من 0 الى 3 واي من 0 الى 2 لواحد ناقص اكس تربيع دي اكس دي واي. اوكي خلي اكامل النتيجه راح تكون عندي اكامل بالنسبه للاكس راح يكون هذا هنا عندي واحد ناقص راح يكون عندي تكامل اكس تكعيب على 3 فيكون عندنا تكامل للواي من 0 الى 2 قوس هذا راح يكون عندي تكاملها اكس ناقص اكس تكعيب على 3 حدود تكامل عندي من 0 الى 3 دوت دي واي. اوكي زين فبالتالي هسه خلي اعوض هذا راح تكون عندي مساوية إلى تكامل للواي من 0 إلى 2 هذا راح يكون هنا عندنا 3 ناقص هذه 29 عفوا 27 على 3 9 دي واي. أوكي يعني تساوي لي ناقص 6 دي واي. فبالتالي راح يكون عندي سالب 6 طلعها لي برا تكامل للواي من 0 إلى 2 لمقدار قيمة الدي واي والنتيجة راح تكون هي سالب 2 واي وحدود تعويض للواي هي من 0 إلى 2 والنتيجة راح تكون عندي سالب 12. إذا هسه حددت هسه أنا أولا الناتج للتكامل للمطلب الأول لتكامل دل كروس اف دوت دي اس النتيجة مالته هي سالب 12. إذا خلينا ننتقل هسه الخطوة الثانية إنه أنا أوجد تكامل خطي مغلق للاف دوت دي ال. خلي ننتقل على الجزء الثاني لكيفية إيجاد مقدار قيمة التكامل الخطي. أوكي حتى أبدي بإيجاد مقدار قيمة التكامل الخطي، أولا تكامل الخط مغلق إذا لازم أتحرك من هذه النقطة الجزء الأول الجزء الثاني ثالث رابع حتى أغطي كل المسار اللي موجود عندي. أوكي فراح أبدي آخذ هسه أولا أفترض أنه هذا هو عبارة عن السيجمنت الأولى أو الجزء الأول. إذا للجزء الأول تغير عندي للاكس مقدار قيمة الواي تساوي صفر، إذا واي تساوي صفر. أوكي؟ هذا يعني إنه مقدار قيمة الدي واي تساوي صفر. طيب، تغير الاكس خلال هذه المنطقة أو هذا السيجمنت هو من صفر من الصفر لثلاثة. طيب، الدوت برودكت ما بين الاف والدي ال، خلي أحدد قيمة الدي ال. الدي ال بشكل عام هي عبارة عن دي اكس باتجاه الاي بار اكس زائد دي واي باتجاه الاي بار واي زائد دي زد باتجاه الاي زد بهذا الشكل. طيب ضمن هذا السيجمنت الدي ال هي تساوي لي دي اكس اي بار اكس. اذا السيجمنت الاولى فقط هسه اللي هنا يعني المنطقه الاولى هذه نقول انه فور سيجمنت ان 1 مقدار قيمه الدي ال هي تساوي لي دي اكس اي بار اكس. اوكي اذا الدوت برودكت هسه ما بين الاف والدي ال بما انه الدي ال هي فقط باتجاه الاي بار اكس انا اخذ فقط الاكس كومبوننت اللي هي منه هذه. اذا راح يكون عندي هنا تكامل للاف دوت دي ال للسيجمنت الاولى راح يكون هو عباره عن تكامل لاكس تربيع واي دي اكس. اوكي تغير هنا انا عندي قيمه الاكس من 0 الى 3 بما انه قيمه الواي تساوي لي 0 إذا ناتج التكامل صفر.
أوكي؟ إذن هذا الجزء الأول، تكامل للجزء الأول. المنطقة الثانية راح يكون عندي أو سيجمنت ثانية هي هذه. أوكي؟ هذا السيجمنت الثانية راح يكون عندي بهذا الشكل. السيجمنت الثانية راح يكون عندي أولاً مقدار قيمة الإكس يساوي 3. أوكي؟ هذا يعني إنه مقدار قيمة الدي إكس يساوي 0. الواي تغيراته من هذا من 0 إلى 2، من 0 إلى 2 تغيرات الواي. الواي هو من 0 إلى 2. أدي مقدار قيمة الدي إل تساوي لي باتجاه الواي دي واي أي بار واي. أوكي؟ بعد الاف دوت دي ال، اف دوت دي ال راح يكون عندي فقط مركبه الواي اللي هي من هي هذه اللي هي الاكس زائد واي تربيع. طيب خلي اكامل هسه، اقول اذا تكامل راح يكون عندي تكامل لتغيرات الواي اللي هي قلنا من 0 الى 2 للاف دوت دي ال اللي هي اكس زائد واي تربيع. زين بهذا الشكل بمقدار قيمة الدي واي وتساوي تكامل راح يكون عندي اكس واي زائد واي تكعيب على 3 حدود تكامل من 0 الى 2. راح يكون عندي بالتعويض عندنا قيمة الاكس 3 في قيمة الواي 2 6 زائد واي تكعيب 8 على 3، والنتيجة راح تكون هي عندي 26 على 3. زين اخذ هسه اللاين رقم 3. اللاين رقم 3 من هو؟ اللي هو هذا اللاين رقم 3. المنطقة 3 راح يكون عندي هنا تغييرات. اولا مقدار قيمة الواي تساوي لي 2، هذا يعني انه مقدار قيمة الدي واي راح تكون مساوية الى 0. النقطة المهمة اللي اغلب الطلاب يخطئ بها انه راح يكون عندي تغير مقدار قيمة الاكس. الاكس هاي المنطقة تتغير من 3 الى 0، يعني الاكس راح تكون هي من 3 الى 0. اوكي، مقدار قيمة الدي ال راح يكون هو عبارة عن دي اكس اي بار اكس. اذا راح يكون عندي مقدار قيمة الاف دوت برودكت مع الدي ال فقط مركبة منه الاكس اللي هي اكس تربيع واي. على هذا الاساس راح يكون عندي تكامل لاكس تربيع واي دي اكس. اعوض عن قيمة الواي قيمتها 2، راح يكون عندي تكامل ل 2 اكس تربيع دي اكس، والنتيجة راح تكون هي 2 اكس تكعيب على 3. حدود تكامل مثل ما قلنا هي من 3 الى 0، 3 الى 0، فاعوض من 3 الى 0، النتيجة راح تكون مساوية. اذا كان 0 راح يكون هذا حد 0، ناقص راح يكون عندي طبعا الاثنين اللي برا تطلع، طلع هالاثنين اللي برا. زين حدود تكاملنا راح يكون عندي عندما يكون عندي مقدار 3 تكعيب راح يكون عندي 27 على 3، راح يكون عندي ناقص 9 في 2 راح يكون عندي سالب 18. زين عندي المنطقة رقم 4 اللي هي هذا اللاين رقم 4. المنطقة الرابعة راح الاحظ هنا انه مقدار قيمة الاكس يساوي لصفر، وبالتالي مقدار قيمة الدي اكس هي ايضا صفر. تغير الواي هو من 2 الى 0، اذا من 2 الى 0. مقدار قيمة الدي ال هي فقط دي واي اي بار واي. اوكي، هذا يعني انه الدوت برودكت ما بين الاف دوت دي ال راح يكون فقط مركبة الواي اللي هي اكس زائد واي تربيع. وبما ان قيمة الاكس صفر اذا راح يكون عندي واي تربيع، اذا راح يكون عندي تكامل لواي تربيع دي واي، النتيجة هي واي تكعيب على 3 حدود تكامل اللي هي 2 الى 0، 2 الى 0، وتساوي اذا 0 0 ناقص اذا 2 راح يكون عندي 8 على 3. زين هسه وجدت التكامل الكلي الخطي الكلي. اذا هسه التكامل الكلي الخطي لازم اجمعهم، راح يكون عندي 0 زائد 26 على 3 ناقص 18 ناقص 8 على 3. فاقول اذا تكامل خطي مغلق لمقدار قيمة الـ f dot dl راح يكون مساوي إلى قلنا التكامل للجزء الأول 0 زائد تكامل للجزء الثاني 26 على 3، تكامل الجزء الثالث ناقص 18. أوكي، ناقص راح يكون هنا عندنا
ناقص 18. اوكي بعد عندي المنطقة الأخيرة ناقص أو الجزء الأخير ناقص 8 على 3. طيب هسه هذه بعد ما أنه واحد المقامات راح تكون نتيجة مالتي هي ناقص 12 اللي هو منه نفس التكامل للجزء الأول أو للبارت الأول اللي هو دل كروس اف دوت دي اس اللي هو ناقص 12. فبالتالي حققت نظرية ستوك.